لتتخذ وقفات وقراءات مكانها ومكانتها بيننا. الأستاذ وائل رئيس اتحاد الناشرين الأسبق ومدير معرض عمان الدولي للكتاب ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة لعدة دورات، عضو اتحاد الناشرين العرب ونائب رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، صدر له عدة كتب في مجالات مختلفة: سلسلة الحكومات الأردنية، التشريعات والقوانين في المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اليمنية، وتاريخ العمارة. لدى شهادتك الإبداعية التي استخلصتها من رحيق أوراق اكتنزت طياتها بالجمال الوفير، فأغذ فضولنا، لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله. الزميلات والزملاء، الأصدقاء والضيوف، سرتوا من مساء. أشكر هذا الحضور البريء في هذا الحفل الدكتور عادل جودي، كما أتقدم الشكر إلى دائرة المكتبة الوطنية ممثلة بمديرها العام الدكتور نضال العياسرة حامل الطاقة والمرافقين والناشرين، كما أتقدم الشكر إلى أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة لاتحاد الكتاب والكتاب الأردنيين وممثلة برئيسها الشاعر عليان الأجواني، كما أتقدم الشكر إلى المهندس جعفر رئيس المنتدى البيت العربي. واسمحوا لي كما لهذا الهدف أن أتقدم الشكر إلى الدكتورة مرام أبو النادي لرعايتها كرئيسة منتدى المستقبل لهذا الحفل، وأنا بالنسبة لي الدكتورة تعتبر ناشطة ثقافيا وناشطة أكاديميا. كل الاحترام فيها. كما أتقدم الشكر إلى الإعلامية الصحفية والأديبة ريم كيالي وهذه الطلبة البهية في هذا الحفل. أما للحديث عن نجم هذا الحفل فارس هذا الحفل الدكتور علي جودي، إذا سمحت لي أن أتحدث بعض السطور عن الدكتور علي جودي، وأخذ جزء من المعاناة وجزء من الطموح، إذا سمحت لي باختصار. الدكتور علي عبد الحميد جودي فلسطيني الجنسية يعود لبلدة جدود المحتلة عام 1942، مولود بالتاريخ 11 مارس آذار 1955. بلاش استنى شوي. وياك مرشفوتي يعني راشد في عبسان الكبيرة بقطاع غزة فلسطين، باحث وكاتب وشاعر وأديب. المشوار العملي أثناء مرحلتي الطفولة والمراهقة وهذه المعاناة، بدأ رحلة العمل بائعا متجولا وهو ابن 10 سنوات. إذ كان أثناء العطلات المدرسية يخرج في الصباح بائعا متجولا في ربوع دير الباح، يضع بضع أنواع من الأدويات والبسكويت والمكسرات في وعي الخشبي. بالطريقة بالتفصيل للوعي الخشبي أتذكر بحديثه يرتكز أحد أطباعه على بطنه وفي جانبيه حوالي يلتف حول عنقه. أتذكر في بعض المشاهد كثيرة موجودة عندنا هذا الحدث، كثير يعني شعرت إنه هذا الشيء من المعاناة ومن عوز، وجدت إنه يعني هذا الإنسان له كل الاحترام والود لطرح هذا الموضوع. وبعد نجاحه في الصف الثاني الإعدادي تطورت طموحاته العملية، إذ بدأ يتنقل في العطلات المدرسية للعمل في الضفة الغربية والمدن المحتلة منذ عام 1948، وقد مارس مختلف الأعمال، عمل في المخابز وفي معامل البلاط وفي حفر الآبار وفي الحراسة الليلية وفي غسيل السيارات في محطة مخيم عايدة في بيت لحم. وفي أعمال البناء المختلفة وفي غسل الصحون في أحد المطاعم في مدينة دابلس. هذا من رحم المعاناة لابد
انه متفق الى طموح الدكتور عادل جودي بالنسبه للتحصيل العلمي في عام 1977 حصل على دبلوم محاسبه واداره مكاتب من مركز التدريب المهني بقلمي. ثم بعد رحله العمل والغربه لمده طويله تخللتها مراحل التكوين والتاسيس. بعد ما قارب 30 عاما من العمل عاد لمواصله الدراسه بالتزام المعمل. حصل على بكالوريوس اداره اعمال عام 2009 ثم درجه الماجستير في اداره الاعمال عام 2011 من الجامعه الامريكيه في لندن. ومن ثم حصل على درجه الدكتوراه في اداره الاعمال من جامعه بينهام عام 2014. هذا ملخص لبعض من شخصيه الدكتور عادل جودي. أما وقد شرفني بتقديم شهادة إبداعية لكتابه الجديد والمعنون وقفات وقراءات فإني سعدت بهذا التكليف وسأنقل لكم انطباعاتي عما ورد في هذا الكتاب. بداية وقفت عند العنوان وقفات وقراءات حيث دل هذا على محتواه. فقد أخذ الدكتور عادل على نفسه نقل بعض ما يدور داخل أروقة المنتديات الثقافية ونشرها كمقالات الصحف ثم جمعها بطريقة رائعة داخل الكتاب ليطلع عليها من أحد، وهذا مجهود مضاعف يشكر عليه. والجميل أنه جمع هذه المقالات بأسلوب أدبي مميز، فهي مرتبة وموثقة بالمكان والتاريخ وبملخص غني ووافي عن موضوع كل الندوة. التنقل بين صفحات هذا الكتاب نجد تنوع هذه المقالات بين الأدب والسياسة والتاريخ. وقد أورد المقال الذي اختص بالحديث عن إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3090 القاضي بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالأمم المتحدة. ولأهمية اللغة العربية كونها تواجه تحديات وأخطار، فقد أورد لها مقال رائع بعنوان باسم اللغة العربية وتحديات العصر، فهي لغة المستقبل كما وصفها الكاتب جون غير من خلال قصة خيالية وردت بالمقال. أتمنى منكم الاطلاع عليه. بالحديث كما وعرج على اشتباك العامية والحسنى من خلال مقال جميل أورد فيه كلمات عامية وهي بالأصل فصحى. أنا بحاول آخذ بعض النقاط حتى أترك المجال للدكتورة برام تأخذ حديثها من الكلام، فأنا أخذت دروس أفلام. أما سياسيا فقد ورد مقالات تشرح العلاقة السعودية الأردنية وتطرق أيضا إلى الربيع العربي وما آل إليه حال الدول. وأتى على الدراسة وضح شمولية الإسلام وتحدث عن الإرهاب الذي هو انحراف الفكر والسلوك. ولعل القراءة النقدية في الكتاب اسمحوا لي بصيرة هذه مدينة بالطبيعة يعني سر ذكر في الزمان والمكان من الوقفات المهمة التي أسهب فيها الكاتب بقراءة نقدية عن تلك البلدة القديمة في محافظة الطبيعة. أتمنى عليكم قراءته أيضا. أما القدس وما أدراك ما القدس عاصمة فلسطين الأبدية، فقد سلط الضوء على الندوات التي اتصلت بالقدس والمعنونه بالقدس عاصمه الثقافه العربيه. وكذلك القدس ومسؤوليات احياء التراث احياء التراب. ولم ينسى رساله غزه الى كل برلمانات العالم من خلال وقفته في ثنايا العدد الخاص بغزه مجله الشورى. ثم عرج بكل مشاعر الحنين الى دير البلح حيث امضى طفولته واسترجع
تسترجع ذكريات رمضان بكل تفاصيلها وصورها الجميلة. لأن السجود في قلب المؤلف وعقله، ارتأيت أن أختم بذكر مقالة عن كتاب السجود تاريخ الأرض وأملاك السكان، لما وجدت من حب ولاء لهذه البلاد المسمى العراق الجنوب فلسطين المحتلة، وهي من الأراضي المحتلة عام 1948. والجميل أن هذا الكتاب صادر عن مركز رؤية للدراسات والأبحاث في قطاع غزة. وختاما أقول المقالات جميعها تستحق القراءة. لا يمكنني بهذه الدقائق شرح ما ورد فيها وأعطاها حقها. أترك لكم القراءة والاستمتاع على ما يلي. شكرا لكم فاتحة. شهدت على الزهر فأين؟